مواكبة منها للنسيج الجمعوي وسعيا منها إلى تنمية هذا النشاط، خصوصا ما يتعلق منه بالعودة إلى الحومة كمكان يمكن الاشتغال عليه وتأهيلها. نظمت شركة إنوي أمس ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على النسخة الجديدة من مبادرة ديري الديك، حسب ما جاء على لسان كنزة بوزيري مديرة التواصل والمسؤول الاجتماعي. Diridique aujourd'hui, au fil des années, est devenu un incontournable de l'action associative et du bénévolat au Maroc. Donc Diridique, c'est tout d'abord la plateforme digitale diridique.ma qui met en relation les bénévoles et les associations où il y a des projets en fait tous les mois. On peut trouver des projets, s'inscrire pour donner de son temps. Diridique, c'est 54 000 inscrits sur le site bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps aux associations. C'est aussi des réhabilitations de quartier. On va sur les terrains. Et Inch'Allah, à Ramadan, on va aller dans 5 villes pour réhabiliter, embellir certains quartiers dans 5 villes marocaines. هذا وعرفت هذه السنة إطلاق نسخة منقحة من نشيد يالله بمشاركة فنانين كعصام كمال، دي جيفان، مسلم وغيرهم من الفنانين، والذين سيكون بإمكان المدن المغربية التي سيتم زيارتها العمل معهم يدا في يد. اللي يمكن لي نقول لك يمكننا نديروه هو اننا وما نبغيو ما نبقاوش غير حنا كنديروا ديري يديك تنتشر عند كل شيء، وينوضوا الناس في المداشير وكل شيء يديروها في الاحياء ديالهم ويطلبوا المساعده ديالنا. حنا نوريهم بالناحيه التنظيم، نكونوا معاهم باش يتوفقوا، ولكن هما اللي يجمعوا الناس باش يقدوا الاحياء ديالهم. البلاد ديالنا الحمد لله غدا مزيان، ولكن ممكن تزيد واحد الوتيره اسرع الى الشباب تنظم في جمعيات، في دي زون جي، باش نطوروا اكثر وبسرعه اكبر. الحمد لله ديري يديك دابا كتعتبر هي اكبر مبادره ديال العمل التطوعي في المغرب. هذا العام سي بلوس دي جيفان، الموسيقى ديال دي جيفان بلوس كل عام اللي فات. العام اللي فات سيتي بارابور ان تروك بيان بريسي. هذا العام اون ديليغي في ستوديو، قصرنا مزيان من الموسيقى وخرجنا ان تراك زوين. اذا ومنذ 2011 أصبحت ديري الديك موعدا لا محيد عنه للعمل التطوعي والنشاط الجمعوي الذي يهدف إلى العودة إلى الوراء واسترجاع بعض العادات والتقاليد التي تهم الحومة المغربية، الأمر الذي سيساهم لا محالة في ربط الماضي بالحاضر.